بخطر القضيه وابقاء الضوء على تاريخها وحاضرها وتاثيرها في مستقبل شبابنا الذي سيتسلم رايه الدفاع عن فلسطين وهو لا يكاد يعرف عنها شيئا ذا باب، وذلك بالمقارنه بشباب المستوطنات الذي تتعهده منذ طفولته مناهج تربويه ومقررات مدرسيه واناشيد وصلوات تشكل وجدانه العدائي وتغذيه بالعنصريه وكراهيه كل ما هو عربي ومسلم. وهذا الذي نفتقده في مناهج التعليم نفتقده ايضا في وسائل الاعلام المختلفه في عالمنا العربي والاسلامي. فالحديث عن فلسطين وعن القدس رغم عشرات الفضائيات العربيه بل الاسلاميه والدينيه لا يكاد يتجاوز خبرا من الاخبار العابره او تقريرا ركيبا من تقارير المراسلين، ولا يلبث اثره ان يذهب بانقطاع الخبر وذهاب المذيع الى خبر اخر. وثاني المقترحات هو ان القرار الجائر للرئيس الامريكي والذي رفضه اكثر من 28 و100 دوله وانكرته كل شعوب الارض المحبه للسلام يجب ان يقابل بتفكير عربي واسلامي جديد وجاد يتمحور حول تاكيد عروبه القدس وحرمه يتمحور حول تأكيد عروبة القدس وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتبعيتها لأصحابها، وأن يرقى ذلك إلى أن يصبح ثقافة محلية وعالمية تحتشد لها طاقات الإعلام العربي والإسلامي وما أكثره، وهو الميدان الذي هزمنا فيه ونجح عدونا في تسخيره لقضيته. خصص هذا العام عام 2018 ليكون عاما للقدس الشريف. ليكون عاما للقدس الشريف تعريفا به ودعما ماديا ومعنويا للمقدسيين ونشاطا ثقافيا واعلاميا متواصلا تتعهده المنظمات الرسميه كجامعه الدول العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي والمؤسسات الدينيه والجامعات العربيه والاسلاميه ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. وختام كلمتي نداء للأمة كلها أن تتنبه نخبها إلى أنها أمة مستهدفة وفي مكر شديد في دينها وهويتها ومناهجها التعليمية والتربوية ووحدة شعوبها وعيشها المشترك، وليس أمامها إلا أن تعتمد على سواعدها وأن تستعيد ثقتها في الله وفي أنفسها وفي قدراتها، وألا تركن إلى وعود الظلمة القامعين وراء البحار ممن قلبوا لنا ظهر المجن وتجاوزوا كل الخطوط الحمراء، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.